انا راح للسبيطار صافي انا غادي راك في دونك الشيء في المسجد فهمت انا ديك ولاو 30 واحد لا لا ما تفيش الفرق انا رجعت شوف هذا انا راه في يوم على بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. زميلاتي الفضليات، زملائي الأفاضل، سأقوم بقراءة بيان مجلس منظمة المحامين ناحية البوليلة بتاريخ 17 فبراير 2021 على الساعة 5 زوالا بمقر مجلس المنظمة الكائن بمجلس قضاء البوليلة، ونظرا للانزلاق الخطير الذي عرفه معالجة ملف الزميل ألف سين المودع رهن الحبس المؤقت، قرر المجلس أولا التنديد بشدة على إيداع وإبقاء الزميل رهن الحبس المؤقت الذي له كل قضية لا تستدعي أمرا بإيداعه. ثانيا مقاطعة العمل القضائي في جميع الجهات القضائية التابعة للمنظمة مجلس قضاء البوليدة في فرنسا. وكذلك جميع المحاكم الإدارية التابعة لهم والمحكمة العسكرية بدرجتها، وهذا لمدة غير محدودة. وهذا لمدة غير محدودة ابتداء من يوم الخميس الموافق 13 فبراير 2021، ولا يتم استئناف العمل القضائي إلا بموجب مجاوزة المجلس المنظمة مع بقاء المجلس المنظمة منعقدا بصفة مستمرة. شكرا. يا سيدي احمد خليها لنا. وفي هذه المناسبة الثمينة نشكر جميع الزملاء، نشكر على وجه كل جميع النقابات المتواجدة على القطر، وكذلك رانا قلبا وقالبا مع زميلنا اللي تعرض لحدث مرور والمجهود حاليا. ربي يشفيه ان شاء الله. وفي هذا الصدد نخبركم بان مجلس المنظمة قد ارسل وفدا لتآزره وللتغطيه. بارك الله فيكم. وقعت واقعة.
ديروا لك قبل واش؟ نقيب نقيب يا نقيب يا نقيب يا نقيب هذه نقطة 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 بإمكان السيد قاضي التحقيق المكلف بمتابعة هذا من هذا الملف يخرج عليه غدوة النقيب النقيب نقطة 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 قضية تعاون الحماية المدنية أفرج عليه في 24 ساعة نقابة البليدة وقفت مع نقابة العاصمة ودارت إدارات لمدة أسبوع لنفس الطريقة تاع نقابة العاصمة ولذلك ننتظر من نقابة العاصمة أن تؤاصل نقابتنا وتقوم بمقاطعة بلدنا مثل ما قمنا بمؤاصلة تاعهم. هذا نجاح للدفاع وحقيقة سرت هذه النتيجة اللي خلص بها منظمة محامي البليدة هي حقيقة الشيء اللي قام به اليوم دفاع خاصة العاصمة ونعم وهذا العمل جاب نتيجته وهذه النتيجة احنا مرضيين بها ونواصلوا في النضال في حقوق الدفاع. يحيى الدفاع يحيى الدفاع. أساتذة يعطيكم الصحة 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 يعطيكم الصحة. ما زلنا توا